رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله البنات جيت نحضر معكم بسطيلات صغار، نتمنى البنات تجربوهم ويعجبكم وكيجيو رائعين. وما تنساوش اللي مازال ما اشترك معايا في القناة تشترك، وما تنساوش تدعموني بلايك. شوفوا معايا البنات كيفاش كتجي القرمشة ديالهم، كتجي رائعة. نبداو في طريقة التحضير. بسم الله، كنحتاج الخضرة مقطعة محكوكة او مطحونة. عندي واحد القرعة مطحونة، بصلة، فلفلة، واحد الجزرة، وبوتنجال. بالنسبة للتوابل، سكينجبير، إبزار، تحميرة، وشوية الملحة، والحوت، والورقة البسطيلة. شوفوا معايا البنات الورقة كيفاش كتجي، راح تحطها سابقا في القناة اللي بغات الطريقة. غادي نحط لكم الرابط أسفل الفيديو. ندير شوية ديال الزيت ونبقى نضيف الخضرة تدريجيا، نضيف البصلة حتى تشحر شوية. بعدك انا بحال هاد الطريقة كنديرها، كنشحر كل حاجة يعني دقة دقة باش كتجي حيت البصلة شوية ماشي بحال الخضرة الاخرى. صافي نخليها تشحر شوية، عاد نضيف الخضرة اللي باقية. بالنسبة اللي يحب يقدر يديرهم في خطرة ماشي مشكل، يشحرهم في خطرة واحدة. انا هذه هي الطريقة ديالي. ضفت الفلفل نخليه يتشحر شوية مع البصلة. عاد نضيف الخضرة اللي باقية لي، نضيفها في مرة واحدة ونخليهم يتشحروا مزيان. من بعد ما تشحروا نضيف قرعة بوتنجال، جزر. صافي نخليهم يتشحروا مع بعضياتهم مزيان. بالنسبة للحوت نخليه في آخر لحظة حيت الحوت دغيا كيطيب هو. صافي نستمر في التحريك هكا حتى تشحر مزيان ونرجعوا ليها من بعد. من بعد البنات ما تشحرات غادي نزيد لها عاد شويه، مازال باقي لها طيب. عاد باش نضيف التوابل نحركها بهذه الطريقه ونخليها تزيد شويه. صافي البنات نضيف التوابل ونضيف معاهم واحد ضمه البنه كنور بالحوت. صافي نحرك ندخل فيهم مزيان التوابل. عاد باش نضيف الحوت. صافي نستمر بهذه الطريقه في التحريك. صافي من بعد ما دخلت مزيان في التوابل نضيف الحوت. نحرك مزيان ونخليه يطيب واحد 5 دقائق او 10 دقائق، المهم على حسب يبان لكم طاب.
صافي البنات نخليوه يطيب ونرجعوا من بعد. اول البنات من بعد ما طاب شويه نحركوه، من بعد ما يطيب نزيدوا له الشعريه الصينيه مسلوقه في الماء. بعد ما طاب البنات غادي نضيفوا له الشعريه الصينيه ونطفيوه على البوطه. صافي ندخلو مزيان الشعريه فيه حيت انا كنت ديجا دوجتها، معليش كتفسخ من الحشوه ملي كتكون سخونه كتفسخ فيها. صافي نحركو مزيان البنات حتى يتجانس مع الخليط مع الحشوه، ومن بعد نخليوها تبرد مزيان عاد باش نعمرو بها الورقه باش ما تقطعش لينا الورقه ديالنا. صافي نستمروا بهذه الطريقه ونخليوه تبرد مزيان وندوزو نعمرو به البسطيلات ديالنا. من بعد البنات ما بردت الحشوه انا مازال باقا سخونه شويه ولكن مزيانه نقدر نعمر بها هكا. بالنسبه اللي مازال يعني اللي يقدر يكون عنده الوقت يقدر يخليها تبرد مزيان. انا عمرت عفوا عبرت في هذه القطاعه يعني درت الحجم اللي بغيتو قدروا، انا درت بغيتهم على هذا الحجم. بالنسبه لبنات الفرماج اللي بغى يضيفو يقدر يضيفو، اللي ما بغاش ماشي مشكل اي نوع ديال الفرماج. صافي البنات نستمر بهذه الطريقه نعمر البسطيلات ديالي حتى نسالي. تبعوا معايا المراحل. Thank you.
من بعد ما ساليت البنات هاني عمرتهم كاملين، غادي ندهنهم بصفر البيض وندخلهم مباشرة الفران على العافية، تكون مهيلة الفران يكون سخون مزيان، ونخليهم يطيبوا على عافية مهيلة باش تقرمش لينا الورقة. وغادي نرجعو من بعد نوريكم كيفاش جاو. من بعد ما طابوا البنات كيفاش جاو غادي نزينهم باش ما بغيتو. بالنسبة للتزيين انا زينتهم بالحامض والقزبر، وقدمتهم مع عصير ديال القرعه والتمر، راه ديجا كان عندي في الفيديو السابق درت له فيديو، غادي نحط لكم الرابط في اسفل الفيديو حتى هو. نتمنى البنات يعجبكم، وما تنساوش اللي مازال ما اشترك معايا في القناه يشترك، وما تنساوش تدعموني بلايك. والسلام عليكم البنات في فيديو جديد ان شاء الله.